عبد الحفيظ بوصوف، العقيد سيمبروك، العلبة السرية للثورة الجزائرية. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا. الجزائري المجيد، يا أبطالنا من جنود وفدائيين ومسبلين في كل مكان، في الجبال والوديان، في السهول وال... عشر كتب ما يكفيوش باش تقيم سيمبرو. انا اللي ركبت الوسيمه تاع بوصوف، الوسيمه تاع بومدين تاع لطفي، وانا كنت عايز عاد جديد يعني ما. ديك التصويره قلتها وعلقتها في لاشامبر تاعي، هي كل ما يدخل با يقول لي وهذا واش باغي تولي كيفهم. الرجل الذي استطاع ان يخلق من العدم جهاز تاع مخابرات قدر باش يواجه الجهاز الفرنسي، هذا انسان غير عادي. بوصوف وطنيته خلق جهاز من عدم حتى توارثاته الجزائر بعد الاستقلال. جا واحد وراندا الكونت. انت باش تكون قائد على بومدين شوف كيفاش، اذا كان تعرف شخصية بومدين اضربها في اثنين شخصية بوصوف. بومدين ني با ان هوم ميستيريو كوم لو دي سارتان جورنو. 1960. إنشاء وزارة التسليح والاتصالات العامة المالك في 1960. الحكومة المؤقتة الثانية توكل للسيمبروك مهمة التسليح بعد دمج وزارة محمود شريف مع وزارة الاتصالات العامة ليؤسس المالك الذي يختصر اسم وزارة التسليح والاتصالات العامة بعد الاختراقات الفرنسية، خصوصا لتجار الأسلحة الذين كانوا يوردون السلاح للثورة، والتي ظهرت في وزارة التسليح التي كان يقودها الوزير محمود شريف. بات من الضروري إصلاح الضرر، فألحقت وزارة التسليح بالاتصالات العامة، وهكذا تشكل المالج درع الثورة الجزائرية. من على هذا المكتب الخشبي كان العقيد عبد الحفيظ بوصوف سيمبروك أحد الباءات الثلاثة، ووجه من وجوه لجنة 22 التاريخية، يقود واحدة من أهم الحروب أثناء الثورة التحريرية، حروب سلاح الإشارة والاستعلامات والاستخبارات والتصنيع وتنظيم الثورة في الداخل والخارج. ومن بعد عندنا دونك لا نيسانس دو ليكول دي كادر دو اف ال ان كي دور اون اني. ومن بعد il y a les services de renseignement enfin les transmissions pardon les transmissions il y a pratiquement 6 ou 7 promotions hein jusqu'en 60. ومن بعد il y a la naissance des services de renseignement qui se fait en parallèle hein, parce qu'il fallait diversifier les départements et pouvoir spécialiser l'information et la vigilance et le contre-renseignement.
يخدموا لي رانسينيون، يجيبوا لي رانسينيون كوليكت لي زانفورماسيون. سورتو في على نتاعنا الشعب تاعنا كان يشوفوا غير في الشعب تاعنا لي رانسينيمون. كنا كي نخدموا في لي زامباساد عاد نشوفوا تاع تاع لي زيترونجي، مي كنت راه غير الشعب تاعنا كيفاه كان. ما كنتش نسمع به انا، كنت شفتو خاطر الاولى في ستاج كي بدينا ستاج. ما كنتيش عارفه بلي هذا وسيم بون؟ ما كناش عارفين. انا قلت له، هو قال لي ها النو ها الشتا ها الرعد. قلت له انت ما جاك والو؟ ما عرفناه كاع شكون، ما عرفناش حتى وقتاش عرفتي بلي عبد الله؟ حتى كي جاو مع التالي عطاونا لي زور دو ميسيون وداك الشيء عرفنا بلي سي دي كوموندون تاع. وقتاش عاودي تلاقيتيه مره اخرى؟ تلاقيته كي جينا عطينا له لي رابور، عطينا له لي رابور تاع اللي خدمنا في لا ولايه 5 لي زون لا زون 8، وفرح بينا وقالنا رانا فرحانين بك. قلت لك فرح بينا وقال لنا شرفتونا ورانا فرحانين بكم. كون في كل المجالات، كون عدد كبير، اتصالات، مواصلات، مخابرات، مخابرات مضادة، اللوجيستيك أيضا كان لي ديبو، ما كانش يخص إلى الأسلحة، حتى الجيش يحتاج إلى البيسة، يحتاج إلى ماتريال دوفين تاع الحياة اليومية. هذه كلها توسعت يعني، أصبح هو يعني الراجل المحوري داخل نظام القيادة نتاع الثورة. سيتي دوفونو لوم انكونتورنابل، لوم كي ريبريزونتي براتيكمون 80% دو بوفوار دو ديريكسيون دو لا ريفولوسيون. المال كان في الاول كان كلش مجموع فيهم، بعد قلت كي تنظمت الامور داروا دي ديريكسيون باسكو الاشغال كبرت والاطارات كبروا، دونك ايزيتي اوبليجي دو فير دي ديريكسيون. الوغ لا ديريكسيون الاولى دي في سي ار تاع اليقظة والمخابرات، دي دي ار كلش مركز على دوكيمون في ورقة اللي ما تعطيلهاش القيمة دوك وتدومها في ليزارشيف 10 سنين من بعد تلقاها. لا دي دي ار هذيك لا ريشيرش لا دوكيمونطاسيون، لا دي تي ان ديريكسيون دي ترانسميسيون ديريكسيون ناسيونال تاع المواصلات، لا دي لو ديريكسيون لوجيستيك ويست، لا دي لو ديريكسيون لوجيستيك است. الثورات طورت مع الاجيال، كل حاجه ولات في مرتبتها. هي فيما يخص وزاره السلاح يعني المصالح اللي كانت عندها الاهميه الكبيره، لا دي دير لا ديريكسيون دو لا دوكيمونطاسيون دو ريشيرش، هذه كان عندها دور كما نقولوا حنا في ليسبيوناج، ويعني مصالح اخرى يعني السلاح في قدام حاجه. و لا دي في سي ار هادي تسمى لا ديريكسيون دو فيجيلونس اي دو كونتر انسينيومون، هادي حاكمه لو كونتر اسبيوناج. هادو تاني كانوا عندهم مهام اخرى يعني المخابرات المضاده للمخابرات الاستعماريه. الدائره الضيقه هما اول الرفقاء تاعو اللي كانوا معاه في لي ترانسميسيون، عبد الكريم حسني، عمر تليجي، هادو اللي بداو معاه في لي ترانسميسيون. ومن بعد كي تقول لي مثلا سليمان بن طوبال ولا الخضر بن طوبال، الحكومه المؤقته هذو كانوا بصح بوصوف عنده دائره، ولكن مع الدائره هذه كانت تقول ثاني عنده كما قال الاخر حياه شخصيه، وراه انسان اللي ما يثق في حتى واحد يعني، على باله باللي كما يقولوا حنايا خلينا الاصدقاء تاعو ما نهضروش الشيء اللي داير به الناس وخيرهم اختارهم الى اخره، ولكن عنده دائما لا بريدونس، فهمت؟ يقول لك مينيموم دو بريدونس بور ماكسيموم دو سيكوريتي. لا وزارة التسليح والتموين التي أنشأتها الثورة تمكنت بفضلها أن تذهب بعيدا، وهي شبه الاستقلال في صناعة السلاح، لأنه ابتداء من سنة 1960 61 إلى غاية 62 كان معظم السلاح هو سلاح جزائري، صناعة جزائرية، منها المورتي، منها المات 49، منها أسلحة متعددة، منها القنابل اليدوية الأمريكية والإنجليزية وغيرها. يعني إذن أصبح تطور، وفعلا مكنت عن طريق الطلبة الجزائريين الضباط الذين أرسلوا إلى المدارس العالمية للتكوين، كونت حتى سلاح البحرية منذ سنة 56، كونت الثورة ضباط في البحرية، كونت الثورة ضباط في الطيران ابتداء من سنة 56 و57، وكونت أيضا تقنيين
بأمر من بوصوف في قضية تركيب وصيانة الطيران الحربي، وتمكن بوصوف من شراء هليكوبتر من بعض الدول الصديقة، يعني أدخلوا إلى قواعد جيش التحرير الوطني وتم تركيبهم مع نهاية يعني مع بداية سنة 62. خطرات يجيبوا في الجرنان سي عبد الحفيظ بوسوف لو مينيس دلار مومو اي دي ليزون جينيرال تاع جي بي را راه ماشي ماشي لمصر اوكير حتى يطبطب علينا في السونتر في الرباط. واحد الليله انا كنا بايتين جميع يفولي بروندر ان بابي ولا مش عارف جاب واحد لا ماليت عنده ماليت صغيره حلها هكذا انا قدامه درت هكذا واحد 20 باسبور تو سيمبروك هذا واش هذا تعمل تاع الجنود قال لي لا تاعد وكاع كيف قال لي قال لي اختار نسافر مصري اختار لبناني اختار اسبانيولي اختار غريكي اختار امريكاني قال لي علاه خلات قال لي هذه هي سي كوم سا سي لا ريفولوسيون واش دير. كان متحفظ واحد النهار تيديسكري واحد النهار كان جاي يجمع بمعركه وكانوا يشكروا في واحد ابلا بلاء الحسن يعني بيضوا في ديك المعركه هذيك بقاو صحابو يشكروا فيه وهو سمعهم قال ما تقتلوش قتلتوه مالكم لكم تشكو تمدحونا فيه قتلتوه سا يحسب روحه ولا ندري ماذا يقع منه اسكتوا علينا شو المغزى نتاع المغزى نتاع التحفظ وهو يحكيوا عليه كان يعطيك الموعد على الرابعة مساء في رقم 16 عندما تجيء إلى رقم 16 لا تجدوه فيأخذونك لمكان آخر هذا هو السلاح. الصوف الله يرحمه اعتمد على رجلين والغريب في الأمر لما تقرأ على بوصوف تعرف شخصية بوصوف وتقرأ على الرجلين وتعرف شخصية الرجلين تلاحظ أنه فيه تناقض كبير بين الثلاثة. كاين بوصوف اللي معروف بذكائه ونشاطه وحكمته وصمته وسره محافظة على السر بئر عميق ما تعرف ولو عن بوصوف اللي وش حب هو يمد بجنبه مسعود زقار وناس كثير كانوا يتعجبوا كيفاش هذه العلاقة بين سيمبروك ومسعود زقار. مسعود زقار كان ماخذ حريته أنا يحكي لي سي علي كافي الله يرحمه في لقاء معاه يقول لي أول مرة تلاقيت مسعود زقار كان كلف من طرف قيادة الثورة أنه يمشي للمغرب للحدود يتلاقى مع بوصوف في عمل قال لي وفي نهاية اليوم اشتغلنا نهار كامل في نهاية اليوم جاء بوصوف قال لهم عيطوا لي رشيد زقار كي كلموه دخل قال له هذا سيقدموا له وقال له رشيد قال له دي معاك سي علي باش يبات عندك داه معاه عنده دار في كازابلانكا في دار البيضاء داه معاه وكل انسان هكذا يحكي متفتح يعرفوه ناس سألوا قال له انت مجاهد ولا واش لا قال له انا نعاون برك تشوف يعني ولا واحد في نفس الوقت مسعود متفتح جدا ويحكي ويقصر لكن ولا واحد يعرف واش راه يدير ولا واحد يعرف واش راه يدير هاو واش جمع بيناتهم. الثالث هو بومدين الله يرحمه بومدين صامت بومدين لا يتكلم بومدين البعض يقول عليه لغز ايضا بومدين لما جاء في 57 على باخرة جاب الأسلحة قربوا ليه بوصوف يقولوا أنه بوصوف كان يشم الإنسان يعرف من النظرة من الحديث يعرف باللي يقدر يعول عليه ولا ما يقدرش يعول عليه لهذا أنه العلاقة اللي كانت بين بوصوف ومسعود زقار كانت علاقة أن بوصوف كان يحتاج لواحد مثل مسعود زقار مغامر بوصوف يحسب كل خطوة يحسب لها مسعود لا مسعود مغامر
وكان يحتاج إلى واحد مغامر أنه يمشي لأمريكا، أنه في كتاب عفوا في كتاب غيريا سون فيزاج نتاع الغوطي يقول احنا كنا في اجتماع، ويمد التاريخ نتاع الاجتماع، يقولوا احنا في اجتماع مع سي بوصوف، يدخل بومدي عفوا يدخل رشيد كازا زكار، يدخل ويقول له انا وصلت الان، ويبدا يقدم عرض على زياره قام بها لامريكا، ويقول له راني تلاقيت مع مدام كينيدي وتلاقيت مع زوجها وكذا وحكيت معاهم، وراهم مستعدين تحب نجيب لك طائرات، نجيب لك طائرات من عند الامريكان. واللي بوصوف يقولوا لا 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 ما نحتاجوش طائرات، خلينا في حاجات اخرى، ما نحتاجوش طائرات. تشوف يعني الرجل الذي خارج من العدم، من مدينة العلمة، من أسرة متواضعة، باباه كان يصنع الحلوى، عنده قهوة وهو كان يصنع الحلوى، ومن بعد يوصل حتى يعود يمشي لأمريكا ويتلقى مع كينيدي ويتلقى مع مدام كينيدي ويتعشى معاهم ويدخل بيتهم ويوعدوه بأسلحة ويعاونوه ويساعدوه. فأعتقد أن هنا هذا هو السر الموجود، أن سيمبروك كان يحتاج رشيد كازا كمغامر، كواحد اللي يفتح كل الأبواب من أجل ربط علاقات خارجية للثورة الجزائرية. اللي كانوا هو اللي كانوا مساعدين تاعه كانوا جماعات على الولاية الخامسة، اللي منهم اللي دار معاه بومدين. بوصوف يحب السرية، يحب هذيك السرية، يحب كذا، فجابوه حطوا معاه، قعد هذاك معاه حتى قعد حتى دار منه يعني شاب دي طاماجور ويست كوم. ويست كان سي ناصر هو اللي كان كوم است، ومن كوم ويست داروا شاب دي طاماجور جنرال عام 1960. جابوا مدين من الولاية الخامسة وانهوا مهام المجاهد محمد السعيد رحمه الله مخيط الأركان، وعين مكانه بومدين رحمه الله. لكن لو دامت لغيرك لا موظت إليك. وتلك الأيام ذهب بين الناس بعد وصوب بعد الاستقلال راح يختم على روحه بومدين جامعة بن بلق أيضا كان وزير الدفاع. رجعوا في 60 كان اجتماع مصيري، هذا الاجتماع تشكل من ضمن قراراته هو تشكيل قيادة الأركان للجيش التحرير الوطني بقيادة العقيد هواري بومدين. هنا حتى يقع توازن ما بين القيادة العسكرية وما بين القيادة المدنية للحكومة المؤقتة، وعلى أن تبقى دائما الحكومة المؤقتة هي القائد الأعلى والمرجعية، تشكلت ما يعرف باللجنة الوزارية للحربية، كانت تتشكل من القادة الثلاث كريم بالقاسم وبوصوف وبن طبعان. ولهذا بوصوف الذي استطاع أن يصنع جيشا للتحرير موازي والذي تبنى عليه عمليات التحرير، تمكن بوصوف أن يصبح له وجود في كل الولايات الستة، وذلك عن طريق إيجاد شبكة اتصالات ومواصلات في كامل الولايات، على رأسها ضباط مكلفين بالاتصالات والاستخبارات، فأصبح جهاز الاستخبارات داخل جيش التحرير والاتصالات داخل جيش التحرير في الولايات، وكذلك في البلدان الصديقة مثل تونس، المغرب، ليبيا، القاهرة، بغداد، دمشق، يعني كل هذه البلدان كانت في اتصال. ثم تطورت فيما بعد إلى غاية موسكو وبعض البلدان الإفريقية التي كانت تتواجد فيها البعثات الثورة الجزائرية. كل البلدان التي اعترفت بجبهة التحرير الوطني وبالثورة الجزائرية وبالحكومة المؤقتة وكانت لها سفراء كانت لها فيها أجهزة اتصالات. إذن هذه الشبكة الكبيرة، من يقود هذه الشبكة في الداخل وفي الخارج ويجمع الاستعلامات كاملة عبر العالم؟ أكيد لابد أن يكون أقوى شخصية وأعظم شخصية في تسيير الثورة. واللي يشرف على المناضلين دوارا سي بن علا، حاج بن علا اللي يشرف على المناضلين. فبالحرب العالمية الثانية 45 كان مسعود زكار ناشط مع الأمريكان، يمشي يبيع ويشري وكلش. فبن علا شافه ناشط، راح البوسوب قال له هذا ينفعك، هذا راهو ناشط.
هذاك اللي قدموا البوسوف كي قدموا له قال انت واش تعرف دير خاطر البوسوف يستقبلك ما هيش المشكل ماهوش حاجه اللي ما كاينش حجز كي احنا شبان يجيك يقول لك هذا وانت تبدل الاسم تاعك انت تقعد هكا يعني ما عندوش حجز ما عندوش لا قالوا انت واش تعرف دير قالوا البزنس قالوا صح قالوا روح لا 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 بسكراك تدردش بالانجليزيه معاهم روح لا باز نواصر باسكو كاين باز كانت قاعده تاع نواصر في المغرب روح لتماك اشري اللي جات جيبها هذيك هي طال فلوس عاد اللي لقى يجي صبات يجي كذا قالوا نسحقوا احنا الجهاز الراديو اللي يجيب لي ريسبتور اللي نفعنا حتى النهار اللي جاب لنا الجهاز اللي درنا به الاذاعه وقعد هكذاك حتى ولا في سلاح تاني تماك مع هذوك ولا تاني مع في سلاح مع بومدين شدوا معاه حتى ولا يدير لي مارشي مع الامريكان شدوا معاه على خاطر كي على خاطر هو كان عنده علاقات مع الامريكان علاقات يعني تطور العلاقات اللي كان يعرفهم في لاباز نواصر واللي شاف وكلش تطور عاد يمشي ويجي حتى عنده هذوك العلاقات اللي خلاه استثمر فيهم بومدين استثمر قال له روح شركي يحب البومدين يشري سلاح يبعثوا باش يديروا خاصة على خاطر بومدين عنده عقلية تعلم على بوسوف إلى ديكانو هذا نخليه لهيك واحد ما على باله واش راه يدير الآخر هذا نخليه الحاجة الفلانية هذا السياسة هذا كل بومدين تعلم على بوسوف يعني ما مدرسة بوسوف ما عندوش ما كاينش مدرسه واحده اخرى. كل ابو الجزائر نحن للمجد بنا، نحن امل الجزائر في الليالي الحالكه، نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا، نحن امل الجزائر في الليالي الحالكه، كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها، وعرضنا في سماها في عبير المهجد، كم غرقنا. انشاء قاعده ديدوش مراد. على بعد 30 كيلومتر من العاصمة الليبية طرابلس تقع هذه القاعدة التي تركت بعد الحرب العالمية الثانية والتي يقال أنها بنيت من طرف القائد الألماني النازي روميل المدعو ثعلب الصحراء وهو من أشهر جنرالات الرايخ والفوهلر أدولف هتلر. لقد كنا نرى كل شيء من قاعدة ديدوش مراد كما قال المجاهد الراحل بروان المدعو صفار وكأنها مركز للتصنت في كل العالم مهمتها تقديم نشرة يومية في شكل تقارير وكانت تستفيد منه الدبلوماسية الجزائرية واستفاد منه الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان. في شهادته يقول محمد المقامي في كتابه رجال الخفاء بدون معلومة لا يمكن أن نقوم بأي شيء في الجانب السياسي أو العسكري. واحتكمنا للمصائر نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة نحن المليك قلنا له يودي نحتاجوا هذيك التكنة عندنا مرض عندنا ناس معطوبين ولا مجروحين وروم هذاك خلينا هذاك الحق عطانا وهذيك جمعنا فيها كانت تقريب 150 160 اطر نتاع الدي دي ار اللي تحكي عليها وكان نتاع لا سيكوريتي نتاع الامن والمواصلات والشفره والتسليح كاع تسمى كونا ساعدنا باش كونا احنا ما على بالناش تينك تانك كان يجيونا كل التقارير الداخليه التقارير اللي يجيو من الخارج عندنا التقارير نتاع التنصت نتاع رجال الدرك نتاع الاداره الجيش انا كنت تما كانت عندي المصلحه نتاعي تما كانوا كاع المصلحات كاع لي ترانسميسيون لو شيفر لو رونسينيومون لو كونتر رونسينيومون لا لوجيستيك كاع كانوا موجودين تماك هذه العبقريه نتاع بوسوف جهز كل الجزائر كل ولايه كان عندها عدد زوج ثلاثه اربعه خمسه نتاع على حسب
الامكانيات اللي كانوا موجودين. وحتى هذوك الاجهزه دبرنا عليهم. تكلمت انت على رشيد كازا، المطارات الامريكي هما كانوا 5 في المغرب. درك شفت على حسب المعلومات نتاعنا يتحالفوا مع اسبانيا باش ينقلوهم. قلت له منين في هذاك التنقيل هذاك عندك ما تنهب؟ لانفورماسيون. لا ولكن حتى السيد هذا العبقريه نتاعو، احنا ما كاش عندنا فلوس، كانت عندنا هذا اللي راك تسميها انت عبقريه. هي في الحقيقه كل حرب التحرير كانت عبقريه عظيمه. هذا المصالح كامل اللي يكونها اشاره المخابرات الى اخره، هذه من بعد منها لم حوالي واحد 200 كادر، يعني 200 اطار، هذو اللي كون بهم لاباز دي دوش مراد اللي موجوده في طرابلس على 80 كيلومتر على طرابلس، وين كانوا فيها حوالي 200 كادر، يعني 200 اطار اللي كانوا هما هذاك هو كما نقولوا حنايا اللب تاع الثوره الجزائريه، لو سونتر نيرفو دو لا ريفوليسيون. كانوا تما الدراسات تاع الملفات كامل تعدل تما، دراسات سياسيه العسكريه الاقتصاديه الاجتماعيه الى اخره. هذيك هي لا فري سونترال اللي كانت حاكمه كما قال الاخر شؤون تاع الثوره. كون بوصوف خلايا بعدد محدود دائما من 15 الى 20 فرد فقط، في من الثانويين الذين كان سنهم ما بين 16 الى 19 سنه. كون منهم خلايا مهمتهم ان يقراوا يوميا الصحافه الدوليه، فمنهم من تكون وتعلم الاسبانيه واختص في الصحافه الاسبانيه، ومن تعلم الايطاليه، ومن تعلم الانجليزيه، ومن اتقن الفرنسيه. ما هي مهمتهم؟ مهمتهم ان يقراوا ويضعوا ملفات في كل ما يجدونه عن الجزائر فقط، يضعونه في ملفات. هذه الملفات التي كانت في 56 57 58 59 وحتى 60 كانت تعبر بصدق عن نوايا الاحتلال الفرنسي للجزائر وعن حربه المستقبلية في دوام أو أبدية الجزائر الفرنسية. فهذه الملفات هي التي قدمها بوصوف فيما بعد لمجموعة إفيان لتستند إليها وترد عليها بحيث وضعت لها الردود اللازمة، وهذا ما فاجأ مجموعة دوغول في هذه المفاوضات. ففي كل نقطة يتطرقون إليها يجدون أن الجزائريين قد سبقوهم في الرد عليها ووضعوا لها ملف ما يضحنها ويبطلها، وهي نواياهم التي صرحوا بها سبق. جينا لوجين نلقى قلت لكم ماشي لنسين هذه ماشي نفهم الباب الداخل مش البرا، ماشيين 3 شهداء، هما في 3، واحد ماشي هكذا، واحد ماشي هكذا، واحد ماشي هكذا. يعني كي تدخل المكان هذاك قول ما شفت ما سمعت ما هدرت، سر تاعته ما يبقى ثم. هذاك الباب البراني والله ما تاع 6 شهور ولا قريب عام ولا ما على بالك بلا كولير تاعو في التليفون، كل ما يكونش موت باس تاع التليفون والله يباتيسوني لا تهز. في الاخر هذا عدة ساعة نخرجوا هكذا ولا ذاك، كل ما تخرج وتشوف اللي وراك لازم تدور، ولا يجي واحد كيما بو مدين ولا بوتفليقه ولا ذاك، ولا خاطي ما تدور خطرتين ولا ذاك بلوزين بالحيطه تاع لوزين، سينو ما تجيبوش ديريكت لعندك شنو يتبع فيه. هذوك لي زيلاب هذوك قال لك اسيدي حنا كي يجيب سي المبروك دوكا نقولوا له اسيدي يقولوا يعطينا ليش نص نهار نخرجوا شويه ندوروا شويه هذاك. كي جا قالوا له داروا الكوراج، قالوا له شكون يقدر يهضر مع بوصوف؟ قالوا سي مبروك على كل حال احنا راه ذكر واحنا وشاتين ساعة ساعة نخرج وكذا، ليش يعني يعطونا نص نهار في السمانة ولا هو على بالك عنده الجواب ثم ثم الجواب ثم ثم. إيه صحيح، قال لهم الخطرة هذه أنا كنت في الألمان وحكيت لهم على الترانسميسيون تاعنا وليزوبيراتور كيف هما ماشيين وكيف هما هذيك، قالوا لي راكم غالطين لازم ديروا لهم تحفر لهم في لاكاف، زيدوا حدروهم لتحت يبقاو برا ينجموا يطالعوا عليكم لمراركا ولا فرنسا. والله العظيم قال لهم هذاك
واش داروا مساكن هذوك؟ سكنوا الثمن هذاك النهار ولا زادوا هضروا؟ بوصوفوا بومدين كي تاوشوا نقولوها بالدرجه كي تاوشوا. شكون اللي يجي يزرب يجي المسعود يشكي؟ في زوج يجيو يشكيو المسعود، كل هذا يقول المسعود يقول له شوف هاو ظلمني وهاو دار لي ولا هذا ولا هذاك. شكون اللي يزرب يجي يشكيك؟ الرشيد دائما هو اللي يصلح ما بيناتهم، في قداش حاجه هو اللي يصلح ما بيناتهم هو اللي ذاك. كانت الحكومه كلها كانت اما في مصر وبعضها في تونس، هو الوحيد الذي نقل وزارته ولم تكن في مقر او البلد الذي كان يستضيف مقر الحكومه المؤقته. اين كان مقره؟ كان مقره في طرابلس ليبيا، لحسابات دقيقه جدا جدا لا يعلمها الا الخبراء في مثل هذه الامور الاستراتيجيه. ففي ليبيا اسس مكان قلعه ان شئتم او مركزا اساسيا للتسليح والاستعلامات في نفس الوقت، وكان في حوالي 80 كيلومتر جنوب طرابلس، الان كان يسمى ضمن قاعده ديدوشمرات. وبكل تمويه لم يستطع احد ان يكتشفه تقريبا حتى الاستقلال. فهنا كانت البؤره وكانت المشتله التي كان يكون فيها براعم الثوره الجزائريه في المجالين، في المجال العسكري والاستخباراتي. ولذلك قلت كان صندوق اسرار. فعندما وصل الى ليبيا واسس قلعته الحصينه هناك، استطاع ان يصل فيقنع لهادي ابراهيم المشيرقي. واركز على نقطه مهمه، وهو كان مليونير، كان ثريا جدا من اثرياء طرابلس. وصل الى اقناع هذا الرجل واختياره، لان الشخص كان غنيا، الشخص الغني لا تنقصه الفلوس، عنده فندق وعالية غنية جدا، فلا يريد من مشاركة في الثورة إلا الجهاد من أجل المبادئ التي يؤمن بها. فيعطيه 3 مليون، ما يعادل 3 مليون دولار من صندوق الثورة، يعطيها له في شكل صكوك باسمه، ويذهب بها إلى ألمانيا ويوزعها على 3 بنوك عالمية. انظروا شبكة الرجل واستراتيجية الرجل ومعارف الرجل، أقصد عبد الحفيظ بوصوف. فيذهب بها إلى هناك ويوصيه كيف يتصل بالذين يأتون بالسلاح، وكيف أنه يبلغهم تلك الصكوك، وكيف يأتي بالسلاح. الخلاصة أنه توصل إلى أن هذا الشخص يذهب ويترك أهله ويضحي بأغلى ما يملك، وهو أنه كان مستعدا للموت. ويكفي أن نعلم أنه وضعت له اليد الحمراء الفرنسية التي كانت تتابع حركات وسكنات الألمان والوطنيين الذين كانوا يشتغلون مع الثورة، وضعت لهم قنبلة داخل السيارة التي كانت تقل لهذه إبراهيم المشيرقي والألماني الذي كان يقوده إلى المكان الذي كان من المفروض أن يأتوا بهم الأسلحة. فتنفجر القنبلة، فتأتي يسيتم على رجلي الألماني، الدكتور الألماني، بينما إبراهيم المشيرقي طبعا عفاه الله وعاد سالما إلى طرابلس. هذا الكلام وقع سنة 60. سبحان الله، شفناه مرتين. المرة الأولى شفناه من بعيد في الطائرة وعرفناه اللي بوصوف، وكان مكلف بالتسليح. أنا في الحكومة المقدمة كان مكلف بالتسليح. المهم المرة اللي شفناه، على كل حال احنا كنا كمعطوبين حرب، وكنا يعني في بعثتنا هذاك الوقت القيادة نتاع الثورة بما فيها هذاك الوقت كانت تكونت الحكومة المؤقتة، بعثونا اليوغوسلافيا. احنا 50 واحد مبتوري الأرجل والأيدي وفاقدي البصر، 50 واحد. قبل ما نروحوا في طنجة، قلعنا من طنجة في 59 برومي أول ماي، نركبوا في بابور جاي من أمريكا جايب القمح رايح ليوغوسلافيا. جانا بومدين الله يرحمه، هو بومدين جانا قالنا، درنا كلمة قالنا ودي انتوما راكم رايحين لهذا البلاد، هذا البلاد هذه، وهذه البلاد هي أول اللي ساعدتنا، راهي تساعد في الثورة.
أما أنا راكم رايحين ماشي غير العلاج، راكم رايحين هذي باش تمثلوا الشعب الجزائري وتبلغوا الرسالة تاع الشعب الجزائري. إيه والتحية تاع الشعب الجزائري لهذا الشعب صديق هايلا عندهم ديالنا. أما أنا هذه رسالة تاعكم، هذه رسالة تاعكم. المهم رحنا على كل حال، وحنا في ورقة طلب كان البحر الأبيض الوسط والأوسط يعني فرنسا، كان متخبين نتخبوا في العشية نخرجوا، في العشية نخرجوا من السطح الباقي عندنا 9 أيام. أما أنا لحقنا السبليت، هي قاعدة يا مرسى فيها قاعدة عسكرية تاع يوغوسلافيا، استقبلونا استقبال يعني عسكري بالتحية العسكرية، وركبونا في باخرة حربية، وقادونا دونا هذه ريكا، واحد من ريكا سبيطار سبيطار هذا من ثم قعدنا دارونا تحاليل، دارونا يعني شوفوا الحالة تاع لي فيزيت، شو واش نقصنا، واحد كل واحد واش الأمراض نتاعو، واش هي الإصابة نتاعو. أما أنا ومن ثم داونا كامل في 50 يعني اللي المجموعة كامل داونا المنطقة يقولها ستوبتشكري توبليتسي، هي حمام معدني قاعدة يعني مركز راحة تاعهم بعيد على واحد تقريبا 20 كيلومتر على زاغريب، هي عاصمة كرواتيا حاليا. ثم فرقونا انا مني دوني زاغريب، عاودوا لي الألمانية، وكل واحد فرقوا على حسب الإصابة نتاعو. في هذه الحالة، في هذه المرحلة، في هذه الوقت هذا جانا فرحة عباس وبوصوف الله يرحمهم، جاونا زارونا في هذه ستوبيتشكي توبليتسي في المركز هذا. فرحة عباس حكى لنا على القضية نتاع الجزائر وراهي واصلة، حكى لنا كاع على الإعانات والمحافل الدولية، الدول اللي راهم يعاونوا في الجزائر، وقال لك الثورة الجزائرية راها في مستوى عالي، العالم كاع يستعرض بها، وفرنسا إن شاء الله يعني تنهزم. ما لك بدنا نقول كلمة سي بوصوف، قلنا سمو جماعة، أنتم ما متحسبوش روحكم، راكم لهنايا فاكونس، خوتكم راهم يموتوا في الجبال، رفقاء تاعكم مع العدو الفرنسي، ديروا رواحكم لهنا، راكم سفارة تاع الشعب الجزائري، سفارة تاع الشعب الجزائري باش تبلغوا الرسالة تاع الثورة الجزائرية للشعب اليوغوسلافي، اللي دولة تاعهم استعرفت بأول مرة، استعرفت أول دولة اللي استعرفت بالحكومة المؤقتة والثورة، وراهي تمد المساعدة وتساعد الثورة الجزائرية. حذاري حذاري حذاري، كاش واحد يغلط ويسيء للسمعة تاع الثورة الجزائرية أو للجزائر، ما راش بعيد، كون يطلع للسماء نجيبوه ونعاقبوه. هذا الشيء اللي قالها لنا بوصوف الله يرحمه، قالنا حذاري حذاري حذاري، أنا راكم ممثلين الثورة أنتوما، باش تبلغوا الشعب اليوغوسلافي، وحتى الصحافيين اللي يجوكم من بعض الدول، كانوا يجونا صحافيين من مصر، من سوريا، من بولونيا، ما يجونا يدونا يعني معلومات، بلغوا الرسالة نتاعنا نتاع الشعب الجزائري والثورة الجزائرية، أنتم بصفتكم راكم برهان للثورة إصابة تاعكم، وحذاري وحذاري وحذاري، واحد يسيء للسمعة تاع الجزائر أو الثورة الجزائرية سيعاقب، ولو مسعد بوزك وبعد يطلع للسما السابع نجيبوه ويتعاقب. حنا 14 شهر في اليوغوسلافيا ولينا لتونس، على خاطر كان تجي افواج من تونس، فاني مجاهدين فاني معطوبين يجيو لليوغوسلافيا. اما احنا ولينا لتونس، كنا في واحد المركز يقولها البطال في تونس. مدانا كان يجينا محمد سعيد الله يرحمه، محمد سعيد كورين النصر تاع الولايه الثالثه، كان في رمضان يجي يصلي معنا تراويح في هذا المركز هذا. اما انا كاين بعض الجماعه قال لك اودي، قالوا له اودي هذا كان وزير، هو هذا كل حاجه، قال سيد الوزير سيد ناصر، احنا الاغلبيه والدينا راهم مهاجرين في المغرب، باش نخفوا
خافوا على مصاريف على الحكومة الموقتة، كون سمحوا لنا نروحوا المغرب وسرحوا لنا نروحوا العائلة تاعنا. احنا ما بقناش باش نحكموا البندقية ولا حاجة، لا غالب كيفيني. قالوا ديروا لنا رسالة، قالك ديروا لنا رسالة وسنيوها اللي يحب يروح. سنينا احنا واحد 10 ولا 20 مقيلة اللي كاين عائلات تاعنا في المغرب انا. المهم ما عندناش. من بعد جانا سي ناصر قال لنا صاير الحكومة راه قبلت لكم الاخر تاعكم باش تروحوا. ايوا عطاونا واحد الوثائق رحنا. معنا داونا الاخر ركبنا من عبينات تاع المطار هبطنا في روما. روما تماك بدلنا الطائرة، تماك شفنا بوصوف في الطائرة مع مجموعة، نقدر نتكلم بتسليح، تسليح كان يدور على العالم على الدول، دول اللي تساعد الجزائر وباسبور مغربي أو تونسي أو مصري، نقدر براسها كانت في الآخر تحوس على القادة. المهم شفنا ما كان بعيد علينا، نهضروا ما هدرناش معاه على كل حال. هذه هي الحكايه اللي نعرفوها على بوصول. تماك عاطي الجماعه ويهضر معاهم، هذا عادي عادي كانه مواطن عادي. على بوصول كيس كيلي كيلي، انا ما نقولش، انا نقول لك الشيء اللي صاير، وانتم كل اخر نقول لك راسي وولي. بارمي هذا كان الجماعه بابا تاعنا تاع هضر معطي عباس، هاو بوصول قام داير لنا لي ترانسميسيون هادي خدمتهم تجسس على الناس دو ريسبونسابلي يهدرو عاونا يوم ديت من جملتها كان عمران الله يرحمه ويدك الثاني بورتو اينو كوني بيها ساعات يديرها بضحكة ساعات هذا عاونا بوسو يقولنا هنا على بالي بيكم تسمعوا لي في الواحد خطرة في الجبيرة كان عندنا ستاندار كي يجيري بار لي ترانسميسيون لي ستاندار تاع بكريس لي با كوم اجوردي دي ستاندار افيش لو سول تو دوموند ا بارلي ا كالكان تي انفونس لافيش ما تسمع والو يقعدوا لي دي كورسبوندون هذاك وخلاص مي هما ما تعرفش على لا يحسبوا راهم دارين هذيك راني نسمعوهم وانا ما نسمعوش ما تبغي تسمعني امبوسيبل تيري تيري لو جاك هذاك من الواحد تروح لا كومونيكاسيون وما غري هذا كنت ما يديروا فينا لا كان علي الشريف الله يرحمه بالك تسمع بها علي الشريف دروه هو يكتب دائما ساعه هذا ولا يبدا يترك مع سعيد السعدي واحد الوقت هذا هو دائما يكتب هو كان دخلت ويا انا بوسو ويلا كوني قبل الوعد يعني هو ان بو بلوز اجي كونو كان معنا تما شيفرور اون طونك شيفرور تلمو إلا إلا كاين واحد النهار يجي نشوفو بوسوك جاي طلع مع عمران وجابو للسلطة هايا قال لهم شكون اللي قاعد يشكي من المعارضة الجماعة حسبو قولوا ما تحسبوش هاو قدام ولا لا خويا اللي عنده حاجة عبد الله بروسي يقول لنا قالوا با سي عمران ياك تقول من راه يسمعوك عرف واحد ديك اخويا الواحد يسمع دار ستاندار قالوا ها هو داك اخويا شوف يا تقدر انت تسمع ولا ما تسمعش ها هو راح نهضر مع فلان وانت اسعي الا قدرت باش بور لو بروفي دو ا بلوس بي كو ما كانش من الحكايات هذه وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 الو الو من فضلك ديري لي مزيا الو الو كلمي لي المدني الو الو راه الوحش تكرر
مر عليا من بلفور كبير الشان، راه الوحش كثر عليا من بلفور كبير الشان. سننزل في حي العقيبة ببلكور محمد بالوزداد حاليا، وشارع ليون سابقا حيث توسعت المظاهرات فيها. ال 11 ديسمبر ما كانش معجزة، يعني هما في الحقيقة كان عندهم جهاز نتاع الاستعلامات حبوا يديروا مظاهرة، حنا بدلناها، بعثنا تعليمات، لخاطر في المدن في الـ في الـ في الـ في الجبل كان الشعب هربان، يعني هذاك ما نخافوش منه، بصح في البلدان كانوا خلايات سرية، فهمت؟ ما هذوك الخلايات السرية قلنا لهم روحوا المظاهرة، بصح جبهة التحرير. أما هذه كانت من العبقريات نتاع الشعب الجزائري في الحقيقة، وهذه العبقرية يعني كانت عبقرية تامة وكاملة تاع كل قرن العشرين. الهدف راح يخرجوا عيطوا الجزائر فرنساوية، لما تخرجوا خرجوكم بالسيف، يلزم يخطفوا المنظمة المظاهرات هذيك ويردوها لصالح جبهته والجيش التحرير. وهذا هو الشيء اللي وقع، خرجوا الشعب بالسيف، لما بداوا يعيطوا المناضلين اللي كانوا في وسط الشعب خرجوا العلامات وخطفوا المظاهرات هذيك لصالح تحيا الحكومة المؤقتة وتحيا جبهة التحرير ويحيى الجيش التحرير، وهكذا بدأت العملية. رحلتنا في تقفي آثار رجل الخفاء والعلبة السرية للثورة الجزائرية عبد الحفيظ بوصوف أو العقيد سيمبروك، فإلى محطات أخرى بعون الله. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ الجزائري المجيد، يا أبطالنا من جنود وفدائيين ومسبلين في كل مكان، في الجبال والوديان، في السهول des tout premier à accorder sa confiance à Boumediene. Boumediene n'est pas un homme mystérieux comme le disent certains journaux. Novembre جل جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقينا.